This armchair is uncomfortable. It isn't nice to sit on it. هذا الكرسي يكون غير مريح. هو لا يكون جميل في أن تجلس عليه. مش حلو يعني أن أنت تجلس عليه، مش مريح. In ancient Egypt, there were reed mats to sit and sleep on. في مصر القديمة كان هناك سجاد من البوص أو من القصب لكي تجلس وتنام عليه. We went to Luxor 2 days ago. نحن ذهبنا إلى الأقصر منذ سنتين مضوا. Last year we traveled to visit our aunt in Alexandria. السنة الماضية نحن سافرنا لكي نزور عمتنا في الإسكندرية. There is a closet in my bedroom. I put my clothes in it. يوجد هناك خزانة في غرفة نومي. أنا أضع ملابسي فيها. He is unlucky because he lost the football game. هو يكون غير محظوظ بسبب أنه خسر المباراة أو مباراة كرة القدم. Her mother didn't help her with her homework yesterday. والدتها لم تساعدها في واجبها بالأمس. She didn't help her mom yesterday, so her mom was angry. هي لم تساعد والدتها بالأمس، لذلك والدتها كانت غاضبة. She is very unhappy because she missed the train. هي تكون غير سعيدة جدا بسبب أنها فاتها القطار. My grandfather likes the view from his balcony. جدي يحب المنظر من بلكونته. We met our teacher at the library yesterday. نحن قابلنا معلمنا في المكتبة بالأمس. The ancient Egyptians wanted to keep their homes cool. المصريون القدماء أرادوا أن يجعلوا منازلهم رطبة. How long did you live in Cairo? ده طبعا سؤال والإجابة 14 years. يبقى كم المدة التي أنت عشت فيها في القاهرة؟ لمدة 10 سنوات. Bake the cake in the oven for 30 minutes. اخبز الكيك في الفرن لمدة 30 دقيقة. On the left of the classroom we have a smart board. على يسار الفصل نحن لدينا سبورة ذكية. He bought a new apartment in Alexandria yesterday. هو اشترى شقة جديدة في الإسكندرية بالأمس.
Blogging is to write about something in an online blog. التدوين يكون عبارة عن أو يكون معناه أن تكتب عن شيء ما في مدونة على الإنترنت. My uncle is an architect. He likes to design unusual buildings. عمي يكون مهندس معماري. هو يحب أن يصمم مباني غير عادية. There are many posters on the wall of our bedroom. يوجد هناك كثير من الملصقات على حائط غرفة نومنا. The ancient Egyptians slept on reed mats. المصريون القدماء ناموا على سجاد من القصب. My friend has an earache. His ears hurt. صديقي لديه ألم في الأذن. أذنيه تؤلمه. The trunk is an elephant's long nose. الزلومة تكون أنف طويلة للفيل. She doesn't have a cold. She has a toothache. هي ليس لديها نزلة برد. هي لديها ألم في الأسنان. He fell over his bike and had a bad cut. هو سقط على أو من على عجلته وأصيب بجرح سيء أو خطير يعني. The hospital is very crowded. Many people are sick. المستشفى تكون مزدحمة جدا. كثير من الناس يكونوا مرضى. What's the matter? ده سؤال والإجابة. My stomach hurts. كلها على بعض معناها ما الأمر أو ما المشكلة؟ والإجابة معدتي تؤلمني. He has a stomachache. هو لديه ألم في المعدة. Do you have a headache? هل أنت لديك صداع؟ Salt water is the water in seas and oceans. الماء المالح يكون الماء في البحار والمحيطات. They went to the playground to play football. هم ذهبوا إلى الملعب لكي يلعبوا كرة القدم. I'm worried about Sarah. She has a backache. أنا أكون قلق على سارة. هي لديها ألم في الظهر. It's unsafe to play football when you have a backache. إنه غير آمن أن تلعب كرة القدم عندما أنت يكون لديك ألم في الظهر. I have a sore throat. My throat hurts. أنا لدي ألم في الحلق أو التهاب في الحلق. حلقي يؤلمني. My father has a cold. أبي لديه نزلة برد.
The doctors treat the patients. الأطباء يعالجون المرضى. They went to the club for the football practice. هم ذهبوا إلى النادي من أجل ممارسة أو كرة القدم أو تمرين كرة القدم. The nurse put a bandage on the cut on my arm. الممرضة وضعت ضمادة على جرحي على ذراعي. My cousin is blind. She can't see. ابنة عمي تكون عمياء، هي لا تستطيع، أو كفيفة، هي لا تستطيع أن ترى. How many glasses of water do you drink every day? والإجابة 2 glasses. كم عدد أكواب الماء التي أنت تشربها كل يوم؟ والإجابة كوبين. I have a headache. My head hurts me. أنا لدي صداع، رأسي يؤلمني. I could run and jump when I was 5. أنا استطعت أن أجري وأقفز عندما أنا كنت 5 سنوات. My brother is doing a project on bats at school. أخي يقوم ببحث عن الخفافيش في المدرسة. Can she play football? No, she can't. هل تستطيع هي أن تلعب كرة القدم؟ كلا، هي لا تستطيع. We saw a lot of animals on the wildlife park. نحن رأينا كثير من الحيوانات في حديقة الحياة البرية. حديقة الحياة البرية. Trees are very important. They give us shelter to rest. الأشجار تكون مهمة جدا. هي تعطينا مأوى للاستراحة. لزي الظل يعني. Baby kangaroo can sit inside their mom's pouch. صغير الكنغر يستطيع أن يجلس داخل كيس الأم أو غطاء الأم اللي تحتفظ به بالأطفال. It's amazing to know new things about unusual animals. إنه مذهل أن تعرف أشياء جديدة عن الحيوانات الغير معتادة. Could you run fast when you were little? هل استطعت أنت أن تجري سريعا عندما أنت كنت صغيرا؟ The tree gives shelter to the birds and animals. الشجرة تعطي مأوى أو مسكن للطيور والحيوانات. The
Penguin is black and white. It lives on ice and snow. البطريق، ودي طبعا البطريق يكون أسود وأبيض، وهو يعيش على الجليد أو على الثلج والجليد. This sound is very loud. It's really annoying. هذا الصوت يكون عالي جدا، إنه حقا مزعج. Where can she read books? أين تستطيع هي أن تقرأ الكتب؟ The penguins are my favorite animals. They are amazing. البطاريق تكون حيواناتي المفضلة، هي تكون مذهلة. Breeze is a little wind. النسيم يكون رياح خفيفة. You can't feed the lion. أنت لا يمكنك أن تطعم الأسد. Climbing the mountain is an interesting sport. تسلق الجبل يكون رياضة شيقة. The snail has a shell and it doesn't have legs or arms. الحلزون لديه صدفة وهو ليس لديه أرجل أو أذرع. She is ungrateful. She never thanks me for helping her. هي تكون جاحدة أو غير ممتنة، غير شكورة، قل ده بنفس المعنى. أفضل حاجة غير شكورة، هي أبدا لا تشكرني على مساعدتها. Could your brother play basketball when he was 10? هل استطاع أخوك أن يلعب كرة السلة عندما هو كان 10 سنوات؟ I couldn't go to the party. I was so tired. أنا لم أستطع أن أذهب إلى الحفلة، أنا كنت حقا متعبا. I like the beach. It is a relaxing place. أنا أحب الشاطئ، هو يكون مكان مريح، يساعد على الاسترخاء. I always go to library to read my favorite books. أنا دائما أذهب إلى المكتبة لكي أقرأ كتبي المفضلة. Keep the environment clean. اجعل البيئة نظيفة أو حافظ على البيئة نظيفة. Please pick up the trash to keep the garden clean. من فضلك التقط القمامة لكي تجعل الحديقة نظيفة. You should be honest and tell the truth. أنت يجب أن تكون أمين وتخبر الحقيقة. There are a lot of treasures in the museum. يوجد هناك كثير من الكنوز في المتحف. Choose a good book to read and return it to its place. اختر كتاب جيد لكي تقرأه وأرجعه
إلى مكانه. Is there a bank near your school? هل يوجد هناك بنك بالقرب من مدرستك؟ The boy was speaking rudely, so he should apologize. الولد كان يتكلم بشكل وقح، لذلك هو يجب أن يعتذر. Gerbo is a strange looking creature. الجربوع يكون مخلوق غريب المظهر. Wear a warm jacket, it is cold today. ارتدي جاكيت دافئا، هو يكون على الجو، هو يكون باردا اليوم. Write your name at the top of the exam paper. اكتب اسمك على أعلى، كلها على بعض، أعلى ورقة الامتحان. I love visiting Alexandria because it reminds me of my grandparents. أنا أحب زيارة الإسكندرية بسبب أنها تذكرني بأجدادي. The villager took the sacks of beans to the market. القروي أو رجل القرى أخذ شوال الفول إلى السوق. Drink a lot of water every day to stay healthy. اشرب كثير من الماء كل يوم لكي تبقى بصحة جيدة أو تحافظ على صحتك. Don't walk on the grass. لا تمشي على الحشائش. There are a lot of water activities we can do in the water park. يوجد هناك كثير من الماء أو الأنشطة المائية التي نحن نستطيع أن نقوم بها في الحديقة المائية. My grandfather usually tells us funny stories to entertain us. جدي عادة ما يخبرنا بقصص مضحكة لكي يسلينا. Don't forget to call me on Friday. لا تنسى أن تتصل بي في يوم الجمعة. Go straight on and turn right. اذهب للأمام مباشرة، الثلاثة مع بعض، اذهب للأمام مباشرة واتجه يمين. A tree is a very tall plant with branches and wooden trunk. الشجرة تكون نبات طويل جدا بأفرع و أو فروع وجذع خشبي. Nature trail is a place you go for a hike in nature. المتنزه الطبيعي يكون مكان أنت تذهب فيه، يعني
الترجل في الطبيعة أو الترحال في الطبيعة أو المشي لمسافات قصدي طويلة في الطبيعة. يبقى عندي كلمة هايك مشي لمسافات طويلة أو ترحال أو ترجل. Let's go to the park tomorrow. هيا بنا نذهب إلى الحديقة غدا. You should listen to your teachers carefully. أنت يجب أن تستمع إلى معلميك بحرص. It's quite difficult to climb that hill. إنه صعب جدا أن تتسلق ذلك التل. There are many farmhouses in my village. يوجد هناك كثير من المنازل الريفية في قريتي. They played the drums happily. هم عزفوا على الطبل بشكل سعيد. In the school concert. في حفلة المدرسة الموسيقية. My sister is always careful while crossing the road. أختي تكون دائما حريصة أثناء عبور الطريق. A village is much smaller than a town. القرية تكون أصغر كثيرا عن المدينة. The diver can go under the water with special equipment. الغواص يستطيع أن يذهب تحت الماء بمعدات خاصة. What about eating pizza for lunch? What about معناها ما رأيك فيه؟ ما رأيك في أكل البيتزا على الغداء؟ Let's take a scarf to protect our heads and eyes. هيا نأخذ كوفية لكي نحمي رؤوسنا وأعيننا. Mom wears a gold ring on her finger. أمي ترتدي خاتم ذهبي في إصبعها. A rock is a large stone. الصخرة تكون حجر كبير. There are beautiful flowers in the garden. يوجد هناك أزهار جميلة في الحديقة. Pain and stress are the reason for a lot of problems. الألم والقلق يكون أسباب لكثير من المشاكل. We will go on a trail to the Blue Lagoon at Dahab. نحن سوف نذهب في نزهة إلى البحيرة الزرقاء في دهب. كايرو، ألكسندريا، and هورغادا are famous cities. القاهرة، الإسكندرية، والغردقة يكون مدن مشهورة in Egypt في مصر. Doctors and nurses in the hospital were very helpful.
الأطباء والممرضات في المستشفى كانوا متعاونين جدا. It's a great thought to visit the museum tomorrow. إنها فكرة أو تفكير رائع أن نزور المتحف غدا. He has got a lovely room in the hotel. هو لديه غرفة رائعة في الفندق. When we travel, we put our clothes in a suitcase. عندما نحن نسافر، نحن نضع ملابسنا في حقيبة السفر. Our school day starts at 8 o'clock. يومنا الدراسي يبدأ في الساعة 8. I go to the park on Fridays. أنا أذهب إلى الحديقة في أيام الجمعة. Cameras, passports, and beaches are things we take. لا نرجع كده. نرجع كمان. And suitcases are things we take on vacation. الكاميرات، جواز السفر وحقائب السفر تكون أشياء نحن نأخذها في الأجازة. I write down things that happen to me in my diary. أنا أدون الأشياء التي تحدث معي في مدونتي أو مفكرتي. The match starts at 7 o'clock. المباراة سوف تبدأ في الساعة 7. I usually meet my friends on Sundays. عذرا. أنا عادة أقابل أصدقائي في أيام الأحد. عذرا. Making baskets is a traditional craft in Egypt. صنع السلة أو السلات يكون أو تكون حرفة تقليدية في مصر. I have fun and go on different rides at the theme park. أنا أمرح و أركب ألعاب مختلفة في الملاهي. The school day finishes at 2 o'clock. اليوم المدرسي ينتهي في الساعة 2. شم النسيم is on April 17th this year. شم النسيم يكون في يوم 17 إبريل هذه السنة. You need a passport to travel to a different country. أنت تحتاج جواز سفر لكي تسافر إلى دولة مختلفة. I can't come. I have a dentist's appointment today. أنا لا أستطيع أن أأتي. أنا لدي موعد مع طبيب الأسنان اليوم.
Are there any holidays in October? هل يوجد هناك أي أجازات في أكتوبر؟ My dog sometimes takes a nap at midday. كلبي أحيانا يأخذ قيلولة في منتصف النهار.